أنا اشتغلت بالبواكية من عمري 10 سنين وما فيني شوف حدا عم يسرق مالك ويضيع تعب معلمي الله يرحمه وضلني ساكت. مين يلي عم يسرق مالي يا سادو؟ جوزك رشدي بيك. ايه خانو؟ عم يبيع الحمولات بضعف السعر يلي عم بيسجله، حتى أحياناً عم يقلك إنه الحمل جاي ناقص أو انسرق وهو عم يكون أخده كله وبايعه للتجار. أنت متأكد من هذا الكلام؟ معلوم متأكد خانو، وإذا مانك مصدقتي لي جيبي لي المصحف لأحلف عليه. لا ما في لزوم، بس بدي منك تفتح عينك كتير منيح، وأي شي بيصير بتجي وبتخبرني عليه، مفهوم؟ مفهوم خانو. خود هدول. أعوذ بالله. امسك. أمرك. بس خانم أنا ما عم خبرك هالخبر من شان تعطيني مصاري. أبوكي كان معلمي وله فضل علي، وأنا بس عم ردله الجميل. ماشي، يعطيك العافية. الله يعافيكي. يلا السلام عليكم. وفتلت لك كل سوق الصاغة لقيت لك شي بيليق بمقامك يا ست الكل. خلاص ولا كلمة. شبك؟ مفكر حالك فلهوي؟ وبتحسن تضحك علي وتلف من ورا ظهري؟ أنا ما عملت شي. ما عملت شي؟ ما سرقتني؟ وما سرقت البواكية؟ أعوذ بالله. وما طلقت يلي كنت متجوزة لأنها عرفت إنك ما بتجيب ولاد؟ هالحكي مو مزبوط بنوب. مزبوط، وأنا عرفت كل شي. اللي قال لك كذاب. ويا ست الكل لمعلوماتك أنا خليت مرتي تسقط مرتين لأنه ما كان بيشرفني إنه تكون أم ولادي. مالي مصدقتك. أنا ما بكذب يا عزيزة. لكان أنا ليش لهلا ما حبلت؟ مع إنه أكثر من داية كشفت علي وقالت لي إنه ما فيني شي. هيك الله راد. مالي مصدقتك وما رح صدقك إلا إذا رحت لعند الحكيم وخليته يفحصك. ماشي، بكره رايح لعند الحكيم وراح اثبت لك انه ما فيني شيء، ولما تتاكدي بدك تخرسي لي كل تم بيحكي علي. لوين رايحه؟ عم استناك مشان نروح لعند الحكيم. ليش بدك تجي معي لعند الحكيم؟ بدي اعرف شو بده يقول لك. لا خلص، انا اللي شي اللي بخبرني اياه بقول لك اياه. رجلي على رجلك. لك يا بنت العالم والناس، مو حلوه تجي معي لعند الحكيم؟ حلوه ولا مو حلوه؟ انا بدي روح وبدي اعرف كل شي بده ينحكى. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شرفي. صفية فوتي لجوا وحياتك رح تعالج. لك لو ما رحت معك لعند الحكيم وسمعته بإذني وهو عم يقول لك إنك ما بتجيب أولاد كنت ضليت عايشة معك 100 سنة وأنا بلا أولاد. لك يا بنت الناس اصبري علي شوي. صبرت كتير لهون وبس. شو قصدك؟ أنا تجوزتك مشان يجيني ولد، وأنت طلعت ما بتجيب ولد، لهيك طلقني، لأن بدي أتجوز وجيب ولد. وما رح حاسبك على 3 سنين يلي عشتهم معي بالكذب. إيه بس أنا بدي حاسبك على 3 سنين اللي عشته معك وأنا مقضيهم خدامة لإلك. هدول ال3 سنين أنا يلي ساويتك فيهم معلم وبيك وعندك شغيلة كمان. إيه بس أنا استلمت البويكية ما فيها شيء، فيها كيسين حمطة. هلا صارت اهم بواكية بالبلد كلها. لك انت سرقتني وسرقتها للبواكية. فشرتي. ليك معك من هلا لاخر الشهر بتكون منقلع من هون ومصفي كل حساباتك. لك انا يلي طعميتك وانا يلي شربتك ولبستك ورفعتك، وانا هلا بدي ساويك شحات بالطرقات. تفضلي يا خالد. يسلموا ايديك. عزيزة انا رحت شفت حكيم بيقولوا عنه شاطر كثير بالبلد، شافني وعطاني دواء. لك حتى لو عطاك 100 دواء انت ما رح تقدر تجيب ولاد ولا رح تتعالج.
وحدي الله يا بنت الناس، انت مالك اكرم من ربك. لا اله الا الله، بس انا ما عاد اقدر اصبر اكثر من هيك، بدي احبل وبدي اجيب اولاد. يعني بدك يعني طلقي؟ واليوم قبل بكره. سلم يديك يا صفية. ودي فيق الخان. على عين. خانم ما ردت شيء يا بيك. طيب مو مشكلة، جهزي لي جاط فواكه وأنا فايت فيها. على عين. أنا نايمة وما بدك تفيق. ما بدي أشرب قهوة معك يا ستي. مرقي لنا هذا الفنجان، اعتبريه الفنجان الأخير، يعني خدمة هالثلاث سنين. يلا بيطلع لنا الفنجان معي. أمري لله. شرفي. شرفي يا عزيزة قلبي. وين الفواكه يا صفية؟ شرفي يا بيك. شرفي روحي بنتي لجوا، روحي روحي. إن شاء الله صحتين وهنا. صفية. نعم يا خانو. روحي جيبي لي الصندوق يلي فيه الحجج والذهبات، خلي البيك يصفي حسابه وكل واحد يروح بحال سبيله. أمرك يا خانو. إيه بلاهن هالحركات بلاهن، قد ما ساويت حالك موجوع ما رح تطلع من هون قبل ما تصفي حسابك وتطلقني. بيك عم يتوجع عن جد يا خانو. لك مصاريني عم تطلع. إيه روحي روحي يلا، جيبي الحكيم وتعي يلا. هذا السم كان لازم يكون لك، انت اللي كان لازم تموتي. انا فديت لك معي، فديت لك. Oh!